اسمع، بدنا نصحي يحيى هسه على السحور. طيب دوره تمام. يحيى قوم 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 قوم. صح 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 صح. طلع لك طلع لك. ايوه قوم تسحر يلا. طلع علي طلع علي. اخوانك هسه بيجوا بتسحر معك. بدي اروح اجهز لهم الشاي عشان يجوا ياكلوا. بدي اجهز الشاي وارجع. لا حول ولا قوة الا بالله. ولك شو هذا؟ شو مالك؟ يا حبيبي اسمع علي، انا بكره بدي اصوم، واذا ما اكلتش انت بتعرف مين عزال. يا زلمه الدجاج بتتسحر احسن مني. يا حبيبي طلع هي صوم، هي طلع بندوره وفلفل جبت لك، وهي خبزه. طيب هي سحور بندوره وهي فلفل. شو مالك؟ ولا يا حبيبي جبنه، بدي لبنه، بدي بيض، بدي اي شيء اكله. هي سحور يا حبيبي، تخلينيش اركد عليكم لا الوم عليكم. يا زلمه بندوره جايب لك. بديت ولا بديش اجيب لك بايدي. اكل خلاص 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 ما بجوع. لا مش هيك. لسه ما بلشت. اسمع جد هذا السحور تمام، ما بعطش، بندوره كلها مي واملاح. خلص مين ما جاب تعرف الاملاح يا اخي؟ جيبوا لي سحور، انا اذا ما جبتوا لي سحور زي العالم بفطر بكره بالمختصر. بفطر بكره، واذا ما فطرتش بفطر عليكم انتم وياه. والله قوم نعمل سحور انا وياك.